مساء الخير داليا، نحن بالفعل موجودين بالفورم دو بيروت. اليوم رح يكون العرض الأول لانطلاقة العمل المسرحي الضخم عطري الحرير إبحار في الزمن. هذا العمل يلي كان عرض بافتتاح مهرجانات بعلبك بعيد الستين رح يرجع وينعرض على مدى شهرين أو 3 أشهر بالفورم دو بيروت. أهمية هذا العرض غير أنه هو لفرقة كاراكلا يلي هي عريقة بمجال المسرح والإبهار المسرحي، أنه القصة يلي عم ترتكز عليها قصة أول شيء إلى حد ما واقعية وفي إلى أبعاد إنسانية وأبعاد حضارية. وأهمية هالعرض يلي عم بيصير اليوم هو أنه رح يجمع شخصيات سياسية مهمة جدا، يمكن أبرزهم فخامة الرئيس ميشيل عون وأيضا رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري. رح ينضم لإلي مخرج العمل إيفان كاراكلا. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم بينعرض عرض هيدا العمل، قد ايه تثمن بانه ببيروت تحديدا يلي هي يعني مدينه ثقافيه بحد ذاتها؟ يعني احد مسؤوليات مسرح كاراكلا هو مش بس انه يشترك بالمهرجانات، ولكن يكون عنده موسم ثقافي ببيروت وبهالعاصمه للمجتمع اللبناني، للثقافه اللبنانيه، للثقافه العربيه قبل انطلاقتنا كجوله عالميه. وعلى طول الانطلاقة بتكون من مهرجانات بعلبك أو مهرجان بارز بلبنان إلى بيروت، من ثم من بيروت إلى حول العالم. يعني أسماء مهمة كتير مشاركة بهيدا العمل بالإضافة لفرق من الخارج، خلينا نحكي عن هيدي الضخامة يلي عم بتصير بهيدا العمل. يعني هو هيدا العمل الفكرة صار لها شي 3 سنين عم تتبلور عنا الحقيقة، بس الكبر تبعه يعني وقت تحكي طريق الحرير اكيد عم تحكي بالصين، عم تحكي بالهند، عم تحكي بلاد فارس، عم تحكي بالبندقيه. يعني وقت تقول سيلك رود كل العالم تقول ماركو بولو. فكيف تقدر تجمع كل هالمواضيع، كل هالعادات، كل هالثقافات اذا بدك، من خلال الموسيقى، من خلال الكوريغرافيا، من خلال الديكور، وتحطهم كلهم بمضمون واحد بينطلق من لبنان وبيرجع على لبنان. هذا اللي كان التحدي الكبير. لحتى يضلوا بموقع حقيقي يعني على المسرح، اضطرينا نجتمع ونتعاون مع فرق من الصين وفرق من الهند، كلهم مش موجودين معنا هون اليوم، وبتطلع عليهم هيك بيكون عندهم خبره جديده يعني غريبه. لبنان وهالبلاد عنا غريبه عليهم، ولكن المسرح مش غريب عليهم، وهيدي عظمه المسرح اذا بدك، والثقافه، وانه بتجمع العالم مع بعض. مش مهم لغتك او منين جاي، بس بمفهوم شو وضعك الفني. شكرا ايفان كاراكلا، بالتوفيق اذا لهيدا العمل المسرحي يلي رح يبلش عرضه على الفورم دو بيروت. اكيد في كمان اسماء مهمه جدا من لبنان، يعني هدى، جوزيف عزار، رفعت طرباي، واسامي فنيه كبيره. اذا مثل ما قلت العرض سيبدا بعد قليل، بعد دقائق، بحضور الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري، بالاضافه لشخصيات ووزراء ونواب. عودة لعندك داليا.